من باب عمارتنا من امام العماره في شارع القدس في كفر قليل. بتصور شارع القدس من محلات كنازع فواز كنازع الى منطقه حاجز حواره. هذه وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية في دار أحمد القاسم. هلا كنا نصور، كنت أصور شارع القدس من حوارة إلى نابلس، هلا بالعكس. هذه عمارة رفعات الحواري، وهاي طرمبة البنزين لدار صايل في كفر قليل. يا حرام، هذا مقعد. ايوه هيك. محلات المرحوم جمال عليان اجرهن لشركة لؤي سالم، شركة المستقبل للمفروشات. وهاي المطبات هي المصيبة، المطبات هي المصيبة. والآن زي ما قلوها ندخل نكون في وسط شارع القدس من كفر قليل. هذه عمارة الحج مرعب، وهذه قبالها لصاطي لطائل محمد السليم. عشر ملايين، احكي مع اكثر من 10 ملايين. طيب وبعدين فيا دكتور فلسطين بتقول لي ماني مش قادر اصور لانه قريب على الحاجز، وطبعا في الحاجز ممنوع التصوير، فكنت بديش اعمل الي مشكلة. فمش عارف وين بيتكم، بس هنا قربنا على مفرق طريق البادان. طيب يلا، طيب تعال نشوف انو هذا. هاي منطقة محنة. الو الو، يا هلا نية انو وائل، انا على الحاجز. لا اليوم عند نائل، ماني طالع رام الله. لا بدي اطلع رام الله هلا، مش هلا بعد الظهر، يعني الظهر بدي اطلع رام الله. انت وين؟ لا انا هسه الحج جاي، بدي اخذ الكارما محلات للاجار. نسيت الصبح دفعت له 900 اعطيته. يلا هيني بصور لك في مخنة والأرض المحروقة. أوكي. إحنا نقترب من الحاجز، وفي الحاجز ممنوع يا عمي التصوير. فيا مستر دكتور فلسطين، ها
هكذا بنكون اقتربنا من الحاجز في طريق إلى حوارة. وإلى هنا نتوقف عن التصوير، والسلام.